يعني قبل الانفصال يا جماعه بيبقى في خطوات لازم ناخدها، يعني قبل ما الناس تنفصل نقول له مر بخبره الانفصال كانك انفصلت. طب قبل ما تعمل ده ايه؟ خد بالاسباب، يعني روح لحد استشاري اسري، حد معالج نفسي يقيم الوضع معاك ويبص، لاصل انتوا الاثنين مش متخصصين، فانت مش هتعرف تاخد القرار، انت هتاخد القرار بناء على مشاعرك انت. يعني هي لما قررت تنفصل، احنا كتير جدا بنشوف حالات زيها كده، وتقول لك والله انا قررت انا مش عارف اكمل، وانا مش هغلط، فانا هنفصل علشان اعرف اعيش واحترم نفسي واكمل نفسي، وانا موافقه ان هو يبقى الحياه بيننا مكمله عادي خالص، لان هو اب كويس زي ما حضرتك قلت، ممكن يبقى مثقف او مستوى التعليم كويس او مكانته الاجتماعيه مرموقه. فالمشكله بتبقى هنا فين؟ ان احنا عندنا نقص في الذكاء العاطفي بتاع الشخص. هل احنا محتاجين كمؤسسات وكاسره او كتعليم ان احنا نركز على ده؟ طبعا. احنا بنركز على المهارات الاكاديميه طبعا. وانا يعني اول امبارح لسه من يومين شايف بنوته باباها جايبها لي، هي البنت كانوا عايشين في الخليج ورجعوا عاشوا في مصر هنا، فدخلت مدرسه اي جي. طبعا في فرق ثقافي وحضاري وكل حاجه، فبدات تتعرض للتنمر طبعا. بدات تحس انها مرفوضه، بدات بتروح ما بتعملش اي، ما تشاركش اي حاجه خالص. مديره المدرسه او المدرسين بتاعها وصفوها ان عندها توحد، وقالوا الاب بنتك عندها توحد لان البنت منعزله وما بتتكلمش مع اي حاجه. خد بنتك عالجها، احنا هنا دورنا اكاديمي فقط.